لانه معظمكم خلى اهله وخلى دياره، ومعظم السودانيين الان اصبحوا لاجئين ونازحين، واحدين جوا السودان واحدين برا السودان. ونحن يمكن بنوعيهم جميعا انه قريبا كل زول يرجع اهله، قريبا يرجع بيته، قريبا ناخذ لكل زول حقه من الزول اللي اكله ونهبه وسرقه وشال ماله. نحن في اعدادنا للحرب ايضا لا نمانع اذا كان هنالك اي فرصه للسلام، ولا نمانع اذا كان هنالك اي فرصه لايقاف هذه الحرب. نحن نقول للناس بيقولوا لا للحرب اوقفوا الحرب، بنقول لهم منو قاعد يحارب هسه؟ منو قاعد يهاجم القرى؟ منو بيهاجم الناس؟ منو بيهاجم المدن؟ لغايه الليله المتمردون يهاجمون بابا نوسى، يهاجمون جنوب كردفان، قتلوا آلاف السودانيين. والآن أمس وفي اليومين الماضيين في ضواحي هبيلة وضواحي الدلج ارتكبوا جرائم شبيهة بما ارتكبوه في الجنينة وفي زالنجي وفي بقية مناطق السودان. نحن بنقول أن هذه المعركة يجب أن تقضي على هؤلاء البشر، يجب أن تقضي على هؤلاء المجرمين، يجب أن يعلم العالم أجمع أن هذه المعركة ضد أناس خارجين عن القانون، ضد أناس ارتكبوا جرائم ودينت على مرأة ومشهد من العالم كله أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لذلك نحن بنفتكر ما زالت قدامهم فرصة، وما زالت قدامهم فرصة أنه يضعوا السلاح ويطلعوا من بلاد التي احتلوها واغتصبوها وهجروا أهلها من الجنينة وزالنجي. هذه المناطق مناطق آمنة، مناطق كانت ملأة بالنازحين واللاجئين، لم يراعوا ذلك، هجموا عليها وأضافوا اللجوء والنزوح، دبلوا للناس. أنت لاجئ ونازح وما عندك حاجة، جو ثاني قوموك من محلك الجديد قعدت فيه. وتكرر هذا الأمر في كثير من مدن السودان.